بص يا ابني ركز معايا. اتفضل يا ريس. ايه؟ اتفضل يا ريس. يا ابني انا واقف في ميكروباصات. يا ابني انت عايز تموتني ولا عايز تعمل فيا بالظبط؟ مش انت رئيس الشغل؟ انا اسمي مستر. اسمي ايه؟ مستر. اسمي ايه؟ مستر. عارف مستر يعني ايه؟ يعني مستر. يعني مستر انا قابلتك في الانترفيو وعلى امل انك تتعدل وتتظبط وتشتغل كده وتبقى راجل كويس. لا انا هفاجئك. ايه؟ هفاجئك. ربنا يستر. هفاجئك. انا ربنا يستر منك بجد. هفاجئك. انا دلوقتي في مرحله التريننج. عارف طب ما قلتليش ليه اجيبه؟ تجيب ايه يا بابا؟ ترينج. ترينج ايه؟ ما انت مش بتقول انت المفروض ان انا جاي تدريب. ايه اللي دخل الترينج بقى في التدريب؟ تريننج يعني تدريب. تريننج بالانجلش يعني تدريب بالعربي. انا عارف على فكره بس كنت بختبرك. بتختبرني؟ انا غبي. خدنا القد عالي. انا عارف. تريننج اللي هو تدريب بنعلمك فيه وبنشرح لك ازاي تشتغل على سيستم الشغل. تمام. واضحه معايا؟ واضحه. تمام. انت قلت لي ان انت بتعرف انجلش. كده. كده انا اصلا مش مقتنع بيه. لا انا كده عشان بس اريحك. انا مش مقتنع بيه. لا انت على فكره من انترفيوز اللي فات وانت عارف من ايه؟ الانترفيوز اللي فات. فيوز. انت كنت كهربائي يا حبيبي؟ لا. امال ايه؟ انا خريج. تمام خريج فعلا. بص يا حبيبي احنا المنتجات عندنا بنعلمها بالحروف. الحروف الابجديه بتاعت الانجليش. عارف احفظها كلها. حافظها. حافظها بجد. تحب اسمعها لك؟ ريح قلبي وسمعها لي. حاضر. قول. اي بي سي دي اف اح اخ اه دال زل ميم نون صاد. تاني تاني كده بالراحه. اي بي سي دي اي اف اح اخ اح. ايوه ما دي الحروف. في حرف اسمه اح في الانجليزي؟ ايوه ما هو اح دي. اما ولا بلاش. تحصبش عليا ولا بلاش. انت منين يا بابا قلت لي؟ انا من عزبه البط. من عزبه البط. انت كنت بتزغط البط صح؟ لا. امال كنت بتعمل ايه؟ بترد على البيت مكانه؟ ربنا يسامحك. امال كنت بتعمل ايه بالظبط؟ ما كنت بدرس. تمام ركز معايا. انا معاك. عندنا مثلا زي دلوقتي دي اسماء المنتجات. ماشي. تمام؟ احنا بنبيع سلعة عادية جدا بس كل شغلنا بالانجلش. ماشي. اللي انت اصلا ما تفكرش عنه. ما من الانترفيوز وانت عارف اللي انا ما كويس. ما تقولش كلمة انترفيوز تاني. حاضر. لو قلت الكلمة دي تاني هديك على وشك. انا اسف. خلاص؟ ركز معايا بقى واحد امك. حاضر حاضر حاضر. عندنا حروف ابجدية. اللي هي A B C D E F H I. مش احي دي تاني. حاضر حاضر حبيبي. حاضر. الحروف بسيطة جدا. A B C D E F G H H اهو. شوف في اح في الانجليزي ولا مفيش اح؟ انت بوظت لي لهجتي. انت بوظت لي كل حاجة. انتوا بقى ما بتعرفوش وتجيبوا وجبوها علينا بقى. الشغلانة دي بسببك. الشغلانة دي انا هسيبها. انا عارف انا هشتغل ايه؟ اشتغل فران. اخبز واعمل قرص واعمل عيش. بتكسب. بايه؟ بتكسب. 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 انت من عزبة البط صح؟ اه. تمام. ركز معايا. معاك. ركز معايا عشان اتخنقت. حاضر. A B C. انت بتعمل ايه يا ابني؟ بظبط ال اتجوز. اتجوز يا ابني. انا اسف. ركز مع اهلي. انا اسف. هيام سرم. اما ايه؟ هيام سرم. هيام سرم. انا اسف. سرم. سرم. انا غلطت اللي انا بعتذر لك. انا اسف. انا اللي اسف. انا محقوق لك. انا هقدم على شهاده مرضيه. انا اروح العباسيه والخانكه. A B C D E F. نسيت. والله نسيت الحروف. انت مواد يلا. انت فيروس. لا انا بتكلم في الصح. بتتكلم في انت الصح. من جواك عارف اللي انا بقوله في الصح عشان كده الصح مش عايز يطلع منك. من جواك. من جواك. انا ما بفهمش يا عم. انا ما بفهمش. انا حمار. انت ادرى يا ريس. خد تاني. هيقول له ريس. تاني هيقول له ريس. سيبك من الحروف. سيبك من الحروف. ماشي. انا ارقام. انا هرقم لك كل منتج برقم. ماشي بسيطه. سهله. سهله جدا. عارف الارقام طبعا. طبعا. بالانجلش. ايوه عارفها عارفها بالانجليزي. اتفضل قول. اقولها بالانجليزي. اه. 1 برافو 2 الله 1 حلو 2 تمام تمام كده الله ها 1 2 3 تي 1 2 3 انا هموتك النهارده.